هذا يسأل عن اللي عنده محل للأنترنت يتجمع عنده الشباب، نقول له يا أخي اتق الله، الإنترنت هذا أداة فساد، أداة شر ومجلبة للشر، ولا أفسد كثيرا من الشباب والشابات بل وكثير من كبار السن أفسدهم هذا الإنترنت، أفسدتهم هذه القنوات الفضائية التي تجلب الشر، فعليك أن تتقي الله ولا تفتح محلا لهذه الأمور، اطلب الرزق من الوجوه الطيبة، وجوه الكسب الطيبة التي أباحها الله سبحانه وهي كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.